خالد، حابين نعرف من حضرتك اكتر على محتويات هذه الشاحنات، يعني هل كان في اولويه اكتر للمستلزمات الطبيه والادويه ولا المواد الغذائيه؟ ما حوته هذه الشاحنات امبارح؟ طبعا كانت الاولويه الادويه اللي كان محتاجينها اهلنا داخل قطاع غزه، لكن كل الحاويات تحتوي على انواع مختلفه من المساعدات، تتمثل في الادويه، في المواد الغذائيه، في المساعدات الطبيه اللي خاصه باجهزه التنفس او صناعات الاكسجين، كمان في البطاطين، في المواد الجافه، في الملابس، في العديد من المساعدات اللي موجوده داخل القوافل اللي بتتمثل في 106 قافله واقفين امام معبر رفح. يعني تقريبا كم طن مساعدات دخل امبارح الى قطاع غزه؟ هو اللي دخل كل امبارح 20 قطره كلها محمله بالعديد من الادويه والمستلزمات الطبيه والحاجات اللي خاصه بالحروق والاسعافات الاوليه. طيب أستاذ خالد، برضو حابين نعرف من حضرتك، يعني هل في أي أنباء أو أي أخبار عن دخول شاحنات جديدة عبر معبر رفح ولا لأ؟ وكمان سؤال آخر لحضرتك، حضرتك بتقول كنتوا معتصمين لمدة 8 أيام أمام معبر رفح، عرفتوا إمتى أنه هيتم إدخال هذه المساعدات؟ احنا كنا طبعا في ان شاء الله يعني يتم التحضير والتجهيز لعبور عدد اخر من الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المسؤوله، ان شاء الله يكون تقريبا في حدود 17 شاحنه تتحرك خلال الساعات القادمه باذن الله. احنا كمعتصمين كنا متواجدين امام المعبر بشكل دائم على مدار ال 24 ساعه في جاهزيه تامه، وكل متطوعين التحالف الوطني العام الاهلي التنموي منتظرين لحظات اعطانا اشاره بس ان احنا ندخل المساعدات للمعبر، رغم ان احنا اصطفينا وقفنا اكتر من يعني هو في خبر انه خلال ساعات ان شاء الله وصل لحضراتكم خبر انه خلال ساعات هيتم ادخال هذه الشاحنات 17 شاحنه زي ما حضرتك قلت. بننتظر هذا ان شاء الله، بننتظر التعليمات كده باذن الله.